لاعب اللي انا بقناعتي الشخصيه الملاعب يجب ان تكون ان تتحمل الضغوطات اكثر كارضيات ولا، لكن اعتقد الخطا في العشب في الارضيه في التربه. فبالتالي احنا خلينا نتكلم بواقعيه. نعم. انت اليوم الانديه استلمت الملاعب، اغلب الانديه استلمت ملاعبها. هذا خطا كبير. خطا كانت تبقى على الوزاره. طبعا هذا مهمه وزاره، انا هسه اليوم باكر ما عندي فلوس نادي، انا اذب ثقلي كوزاره اذب على النادي؟ نادي ما سواه، من راح يكون ملام؟ النادي لو الوزاره؟ حتى لو النادي ملام، المحاسبه امام الجماهير هي الوزاره. في قناعه احنا دوله مؤسسات، احنا دوله مؤسسات، احنا مو دوله اهليه، احنا دوله مؤسسات. فبالتالي اليوم انا اقول انه الوزاره احرص ان تبني الملعب، الوزاره احرص ان تعمل الارضيات، الوزاره احرص ان ترمم. فبالتالي اليوم يقول لك هذا النادي انا مو مالتي هذا الملعب، باكر عقبه طالع من عنده، ما اقدر اذب يعني الاموال في سبيل انه ارقع او ارمم او احاول اديم الملاعب، لكن بالتالي هذا مؤسسه، المؤسسه